مرحبا بي ماي جيست، بيطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتنا جويس مخلوف من ميتم ومدرسة مار شربل، تنحكي أكثر عن معنى العيد ونحكي أكثر عن هالميتم يلي كتار من الناس بتوجهوا تيساعدوا هالولاد يلي موجودين هنيك بطريقة مختلفة، كل واحد حسب قدرته، كل واحد حسب الوزنات يلي ربنا عطيهن حتى يستثمرهم أكثر وأكثر. هالميتم له معزة عن جد خاصة بقلبي، خاصة أنه زرته سنة الماضي مع أولادي، كتير حلو أنه نعمل لفتة بعيد الميلاد تيكون له معنى أكثر وأكثر، نساعد غيرنا، نطلع على الولاد يلي هن بحاجة يمكن لبسمة، يمكن لحب، لحنان أكثر وأكثر من كتير إشياء مادية منلتهي فيها، من كتير زينة يمكن بتزيحنا عن المعنى الحقيقي للعيد. اليوم جويس معنا تنحكي أكثر عن هالميتم والمدرسة، ونحكي عن الترويقة يلي منتمنى أنكم تكونوا كتار ب20 ديسمبر الساعة 10:30. رح نحكي أكثر تفاصيل معك جويس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك جويس. خبرينا شوي عن الميتم ومدرسة مار شربل، وهلأ بنحكي شوي عن الكنيسة. أكيد. بس أول شيء عن الميتم والمدرسة، إمتى تأسسوا؟ الميتم والمدرسة تأسست سنة 1964، وهي تابعة للرهبنة اللبنانية المارونية، وهي ثالث سنة بيترأسها الأب إلي كوركوماز. مجرد تحية كمان. أكيد. وهي عنا تقريباً إحنا 300 تلميذ، عنا تلميذ داخلي وتلميذ خارجي يلي بناموا عنا، وأكيد بنهتم فيهم بكل التفاصيل الدقيقة بحياتهم يعني. وعنا بالمية وتلميذين بناموا عنا يعني من التنين للجمعة. وحالات هالأطفال كيف بتكون؟ يعني ليش بيكونوا بالميتم؟ في عنا كتير حالات، من بيناتهم فيك تعتبره في طلاق، في انفصال، البي غير موجود أو البي بالحبس، في عنا كتير حالات أوقات صعبة. وهذا الشيء نحن كمان عم نتبعهم، لأنه كمان في عنا معالجة نفسية وعنا كمان مساعدة اجتماعية، إن كان قبل الظهر وإن كان بعد الظهر. نعم. خلينا نقول أنا قلت لهم بالمقدمة أني رحت وزرت، لأنه عن جد هالقد عناية للموضوع، وكتير مهم أنه اليوم كل حدا عم يحضرنا وعباله يساعد بطريقة معينة يزور هالميتم وهالمدرسة، ويعرف أنه اليوم هالفلس الأرملة يمكن مزبوط. يعني عم بحطوه بيها الميتم أو عم يخدولهم للولاد إشياء هن بحاجة لقلهم بالعيد، عن جد عم تعمل فرق. أكيد. وبين سنة الماضي والسنة فرق كتير كبير. كتير كبير، وأنا عن جد انبسطت وقت طلعت جمعة الماضي وحسيت أنه عن جد فرق كتير كبير. هيدا يمكن لأنه ربنا حاطت إيده معكم كتير، ومار شربل بقدرته العجائبية عم يشتغل كمان من فوق حتى يكون فيها هالقد تغيير من سنة بين سنة والتاني. خلينا نقول انه الكنيسة يلي موجودة بهالدير هي كنيسة مار شربل، وتأسست سنة 1967، وهي الأولى بالعالم. وأنا فاجأتيني بس قلتي لي هيك لأنه ما معنا خبر. لأنه نعم، في كتير يعني أغلب العالم بيفتكروا انه هي عناية، بس هي أول كنيسة بالعالم تنعمل باسم القديس مار شربل، لأنه اللي كان حامل ملفه تقديسه لمار شربل هو كان رئيس الدير قديما بالدير عنا. فالكنيسة بصراحة ما قلنا 6 أشهر ترممت، أكيد بمساعدة كتير أشخاص خيرين حبوا يساعدونا. في صورة الموجودة عنا على المسبح، أكيد ورا المسبح، هي اللي انوجدت بساحة روما بالفاتيكان وانشال عنا الستار. حلو. فهي انوجدت عنا، وحتى كمان في عنا ريليك لا الريليك محطوطة باسم الطوباوي مار شربل، يعني ليك من أي أيام هي من عضل قلبه موجودة. حلو. موجودة عنا كمان. وأنا شفتهم وحسيت أنه بهالصورة فسرتي لي بوقت، خلي عم تخبر المشاهدين. هي شوي ميسوري هو رسام الإيطالي اللي رسمها بهديك الوقت، كان في شيء اسمه 3D، يعني حتى مش بس هلا بايامنا، يعني وقتها بنقف بالنص بدنا نشوف صوره مار شربل هو فاتح ايديه ميله القربين وميله العذراء يلي حامله يسوع، بس نزيح شوي على ميله الشمال بتلاقيها سكرت ايده اليمين وعم بتدل على وفاتحه ايده على ميله الشمال، وكمان بس تبرمي لتاني ميل بتسكر الايد وبتنفتح على ميله العذراء. وهذا الشيء مساج انه بلا يسوع
ما فينا نوصل للعذراء وبلا العذراء ما فيك توصلي ليسوع لانه هن اثنيناتهم معلقين ببعضهم. حلو. كثير كثير خشوعيه هالكنيسه، كثير فيها جو خشوع وكثير فيها هيك بتحسي عبالك تفوتي تقعدي بركي ساعات قدام قدام صوره القديس الشرب قدام القربان المقدس. واليوم انت ضيفتنا جويس، تركز اكثر على المعنى الحقيقي للعيد. اليوم الجمعيات كثار، المدارس كثار، كل الاشخاص يلي بيكونوا عم بيساعدوا هن كتار انا بعرف، بس حبينا نخصص هالميتم السنه اكثر ببرنامجنا تنقول انه في اولاد عندهم حالات عن جد كثير صعبه وكثير بحاجه لاشياء نحن يمكن اخذينا فور جرانتد بالحياه. يمكن وجود الاهل نحن اخذينه فور جرانتد، يمكن وجود كباية، صحن، ملعقة، هؤلاء الأشياء بديهية موجودة يمكن بكل بيت. خلينا نقول إنه في كتير حالات عن جد صعبة ونفسياً أكثر من مادياً والأشياء الماتريالية اللي بنستعملها. بقى اليوم بالمساعدة الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية اللي معكم والنفسية، قد إيه مهم إنه تكونوا عم تحاوطوا هالولاد، عم بيكونوا عن جد عم بحسوا حالهم ببيتهم، مش إنه بداخلي entre parenthèses أو بميتم مثل ما العالم بتعرف هالتسمية. بصراحة نحن هالسنة اشتغلنا على كذا بروجي، لأنه بكل صراحة مثل ما كل العالم بتعرف إنه تلاميذ الداخلي مثل كأنه شوي هيك الكلمة شوي ثقيلة كداخلي، فقررنا السنة إنه لا، هالولد بدنا نحسسه كأنه هو عايش ببيته. يعني محوطينه بين عائلته بكل القصص اللي عم نعملها. فالسنة كان عندنا كذا بروجي واشتغلنا على صالة قعدة يلي هي أوقات رح يكون فيها أوقات تيجتمعوا كل التلاميذ، وخاصة نحنا أنا ما قلت إنه نحنا عندنا تلاميذ من عمر 3 سنين لعمر 18 سنة. فهالولد تتحسسي شوي بجو البيت وما يكون في نورمز وقصص قاسية عليه، لأنه أكيد نحنا ده الشيء ما بنقبله. فعملنا صالة قعدة تيجتمعوا هالولاد كلهم مع بعضهم، إن كان روحياً مع الأب يعملوا يمكن موضوع روحي، أو يمكن تيحضروا تيفي تيجتمعوا كلهم مع بعضهم. كمان عم نحضر لصالة رياضة هالولد يعمل ديفولمون بمحل معين. وكمان عم نحضر لصالة بيبليوتيك هيك نرجع شوي نرجع القراءة والصمت والتأمل، فهذا الشيء كمان كتير مهم. جويس، الولد بيعرف شو حالته فعليا؟ يعني بيعرف انه انا امي وبي مطلقين او منفصلين او عندي مشاكل بالبيت مشان هيك انا هون، ولا بيسال حاله ليش رفيقي فايل على البيت وانا باقي؟ مزبوط. هلا الديبنس العمر، لانه بعدنا عم بقول لك في عمر 3 سنين 4 سنين اكيد ما راح يكون عارف شو الوضع يلي هو عايش فيه. وكل ما تكبر كل ما يكبر الولد اكثر كل ما يعرف شوي الكات تبعه. واكيد ما راح يقدر يتخطى المشكلة اللي عنده فيها إلا أكيد من مساعدة، إن كان المساعدة الاجتماعية إن كان مع المعالجة النفسية. وأكيد ساعتها هون بين الولد وبين الأهل، يعني كمان نحنا إن كان يمكن التيتا يمكن الأم بس موجودة، هون بصير في التعاطي مع الولد ومع حدا يلي هو مسؤول عنه تنقدر نساعد هالولد تيتخطى المشكلة يلي عنده فيها وتقدر يستمر بالحياة تما يطلع عنده بعدين عقد. جويس، الأولاد مبسوطين عندكم؟ أكيد. نحنا بصراحة عنا تلاميذ بحبوا الداخلي أكثر من الخارجي، وما بيكون في عندهم مشاكل. يعني في عنا أولاد حتى بيبقوا عنا ويك أند سبت وأحد بس تضلوا عنا بالدار. يعني لهالدرجة انه بتفاجأ انا ولد انه ما بده يروح على البيت وهو ما في اي مشاكل بالبيت بس انه بده يبقى عنا بالدار. خلينا نقول انه الجو يلي بحسوه الناس بس يطلعوا لفوق عن جد هو جو عائلي وهالقد مريح، مشان هيك الواحد بيروح بيعلق عندكم، بحس حاله عباله يرجع يطمن عن هالولاد. وصدقوني وقتها اليوم وقتها نكون عم نحكي عن العطاء ما نكون عم نحكي عن ملايين او عن مبالغ هائله، يمكن اليوم اذا اخذنا لهم كبايه لهالولاد او فريانديز لهالدرجه بينبسطوا، او اذا اخذنا لهم حيلا شيء عن جد يعني يكون بسيط بفلس الأرملة. يعني مش عم بحكي تا منظر، عم بقول عن جد يمكن إذا أخذته بألفين ليرة شوكولا رح تغير عند هالولد أو عند هالطفل يلي موجود فوق. كيف تعيشوا الميلاد بهالميتم؟ خبرينا. الميلاد على طول عنا أكتيفيتي أنيماسيون، بيزورونا كتير قصص إن كان بالمدارس إن كان جمعيات، بحبوا كتير يقدموا يمكن يعملوا لهم تياتر مسرحية وبياخذوا الأعمار يلي هن حسب أولادهم. يمكن أوقات في أهل كمان
بحبوا يطلعوا مع أولادهم بس تيفرجوا أولادهم قديهن عايشين بنعم كتيرة وبصيروا ينقوا يمكن على قصص كتير صغيرة. فجو الميلاد ما في خبرك عطول بحركة دايما, بحركة دايما الله راد. بتحضروا لكريسمس للصبحية, عم تحضروا لكريسمس الصبحية بس بتحضروا يعني ليلة العيد بيكونوا بعدهم الأولاد ولا بيرجعوا على بيوتهم؟ لا بيرجعوا على بيوتهم ليلة العيد بس. نعم. أوكي. خلينا نحكي عن كريسمس برانش يلي رح يكون ب الخميس 20 كانون الأول ويلي أنا رح أكون معهم ورح ساعدكم بتقديم هالبرانش. الساعة 9:30 عنا قداس بالكنيسة والساعة 10:30 عنا صبحية لقاء حتى نكون عم نشجع هالميتم, والكارت سعره 30,000 ليرة لكل شخص اليوم عباله يكون موجود عباله يدعم هالكارت عباله يروح ويشوف عن شو عم نحكي أكتر بده يتصل على رقم 09-263-3000 أوكي ويحكي مع جويس لكل التفاصيل. خبرينا عن كريسمس برانش. كريسمس برانش لا نحن هيدي تالت سنة لقلنا. أوكي. الكريسمس برانش يلي شي كتير حلو انه الأكل رح يكون من تحضير تلاميذ الفندقية. نحن عنا تلاميذ الفندقية وبلاس السيرفيس يلي رح هن السيرفيس هن تلاميذنا رح يقدموها للصبحية يلي هو بيكون أمامتا براتيك لقلهم. وكمان السنة شي جديد عاملينه تلاميذنا عم بيشتغلوا على بيش دو نويل واللي كتير بحب واللي بحب يشجعنا البيش دو نويل رح يكون موجود بالصبحية ورح أقول السعر كمان إذا حدا بحب هو 30 سنتيمتر ب$20 واللي بحب يسجل اسمه وكرمال الطلبية أو شي فيه كمان يتصل على الرقم يلي دجا قلناه ويحط قديه بده الكمية أو هيدا كرمالتا نحن نعرف كمان. حلو. 30 سنتيمتر البيوش ب 30 ب 20 دولار 20 دولار يعني قادرين كمان نعمل فرق بحياة هالولاد هالتلاميذ اللي عم يعطوا من قلبهم وعم يشتغلوا وعم يتعلموا كيف يطبخوا كيف يصيروا شفية بالمستقبل وعم بيطبقوا هالشي بالصبحية ومن خلال البيش اللي كلنا بعتقد نشتري بيش على نوال. كيف التحضيرات للصبحية؟ منيحة. عم نشتغل على قصص الكادويات التومبولا اللي بحب كمان يساعدنا بخصوص الكادويات فهذا الشيء كمان يعني هدفنا نحن بصراحة بالصبحية هي تيكون دعم لنشاطاتنا الثقافية والمعنوية والاجتماعية تنقدر عن جد سنة عن سنة نتطور شوي أكتر مع الأولاد ونعيشهم عن جد بجو عائلة. حلو. خبرينا شوي عن بير إلي هالتغيير يلي صار بهالميتم نقطة ما هو استلم بهالمدرسة هالتطور يلي شفناه هالأقوال يلي صارت أفعال بوجوده لأنه بعرف أنه من وقت ما استلم لليوم نفض هالمدرسة هالميتم تغيرت صار عن جد واحد بحس حاله فايت على حيالة مدرسة موجودة بلبنان مش أقل أبدا من حيالة مدرسة خاصة بقى رعايته واهتمامه بهالميتم بصراحة نحن عايشين بجو عائلة وخاصه مع الاب الي يعني مش كانه يعني كلنا عايشين بجو كل واحد بيعطي بحط تاتش معينه وكل شيء عم نعمله لدعم المدرسه مش لدعمنا نحن الخاص يعني كل شيء كرمال التلاميذ وبر الي الحمد لله يعني عمل عن جد تغيير كتير حلو اكيد بمحبين بكل شيء القصص اللي هو عم بيعملها وعم بيقدمها تطورت المدرسه وتغيرت بكل تفاصيلها يعني لكن عم نرجع منوجه له تحيه كتير كبيره وبندعي كل المشاهدين انه يكونوا معنا ب 20 كانون الاول الساعه 10:30 او من الساعه 9:30 اذا بدكم تنقلوا السواعه 9:30 و 10:30 بتبلش الصبحيه حتى كمان هيك نكون بمساهمتنا وقت نشتري هالكارت نكون عم نغير بحياة هالولاد. قبل ما نختم حلقتنا اليوم نحن ويكي جويس شي شي بعد بتحبي تضيفي؟ أكيد بحب أمنيتي بهالعيد أنه بتمنى بصراحة لأنه أنا صار لي تاني سنة والجو اللي عم بعيشه بقلب هيدا المركز بتمنى ما ينحرم بيت من ولد وبتمنى أنه المشاكل الزوجية يشلوها على جنب كرمال هالطفل تيقدر يعيش حياة سليمة وتيقدر يكفي بمجتمع ناجح ومتطور. إن شاء الله يا رب ونحن أمنيتنا لإلكم أنه تكبروا أكتر وأكتر ودلكم عن جد البيت الدافي لهالولاد يلي رحنا وشفناهن وشفنا كيف عن جد نحن انبسطنا فكيف هن هالولاد يلي
عوجهم في ضحكة بيستقبلوكم كأنه عن جد البيت بيتهم، وهيدا ما كان بيكون لو ما في محبة كبيرة ولو ما في بركة ربنا. بقى يعطيك ألف عافية إليك. نفسي لألك على استضافتك أكيد، وكل العاملين المعلمات الأشخاص اللي بيشتغلوا هنيك، بتوجه تحية لمارسولينا كمان صديقتي، وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا من قلبهم حتى يغيروا بحياة الأشخاص التانيين، يمكن ببسمة يمكن بكلمة يمكن بغمرة هن بحاجة لها. شكرا لك جويس. ميرسي ميرسي، ثانك يو لك وعلى استضافتك. اهلا وسهلا فيك. لكن هيدي كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، الموعد هو 20 كانون الاول الساعه 9 من بكير بميتمر شربل. لكل حدا عباله يشتري كارت يشجع او يكون معنا اتصل على الرقم 092633300، وانا رح كون هونيك نهارتها وكون معكم اذا الله راد. بدي اشكر باخر هالحلقه كل اللي تابعونا، مرسي ليارا زكريا بيوتي سبوت محلات هاريس بلو، وما تنسوا تعملونا فولو على انستغرام تلفزيون الصدى وفيسبوك بيج ويوتيوب شانل الصدى تي في. الى اللقاء.